386,940 طفلا وطفلة في 13 محافظة. تستهدفهم الجولة الثانية في حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 6 إلى 8 من أكتوبر الجاري. هي مدة 3 أيام من بيت إلى بيت، وأيضا اللي مثلا ما يمرش عليهم اللي ما يمرش على البيت يعني ممكن يمر لأقرب مركز صحي يكون ساكن جنب المركز الصحي هذا. الأطفال يعني أمانة عندنا، فالواحد يجب أن يحرص على سلامة طفله، يعني لأنه يوم من الأيام قد يندم ليش ما لقاش طفله لو أصيب بشلل مثلا، يعني يبخل الآن بربع ساعة بنص ساعة ويرجع يندم طول العمر. الحملة ينفذها 27,170 عاملا صحيا، منهم 1,904 عاملون صحيون لكل فريق ثابت، و 25,266 عاملا في كل فريق متحرك موزعين على 1,904 فرق ثابتة، و 12,613 فريقا متحركا و 231 منسقا للتثقيف والإعلام الصحي. طبعا احنا لا نعمل حسابنا، هذا المفروض انها تجرى هذه دورية او سنوية، لانه اصبحت البلاد مفتوحة، ما عادش مثل الاول انه كل واحد يؤمن انه خلاص احنا كملنا ما علينا، فانه في اطفال جدد. 102 اطفال جينا حق الحملة هذا تلقى الاطفال. وكانت اليمن أعلنت في العام 2005 خلوها من فيروس شلل الأطفال، إلا أنه تم اكتشاف حالات وافدة ما دعا الحكومة لاستنفار جهودها لمواجهة المرض بحملات احترازية سعيا منها للقضاء على هذا التاء إلى الأبد. محمد شمسان، اليمن اليوم.